اهلا بيكم في فيديو جيم بلاي وانطباع اولاني كده عن لعبه لو بريكرز. اللعبه كانت في البيتا والبيتا خلصت خلاص واحنا جربناها وده عملنا فيديو جيم بلاي. هو ده على العموم هلعب في الفيديو ده مع مستر احمد، هنوريكم شويه جيمات، هنشوف الشخصيات، هنشوف كذا حاجه موجوده في اللعبه، المبات، المودز، كل الكلام ده. على العموم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو قبل ما نبدا ويلا بينا نشوف اللعبه. حلو، تعالى بقى قبل ما نخش نلعب اول جيم نشوف كل الشخصيات الاول كده ونتكلم عنها بسرعه. يلا بينا يا زميلي. من كاستمايز هنا. طيب كابكس يا جدعان، انا هشرح لكم الكاركترز اللي موجوده في اللعبه كامله متكامله. مش قوي يعني كده ما اعرفهمش كلهم بس يلا بينا. اول حاجه ده الفانجارد، ده نص تانك ونص دامج. معاه اللي هو المتريليوز ده، بيبدا الدمج بتاعه ضعيف يقعد يزيد مع الوقت، وصعب انك تموت شويه يعني هو نص ونص. بعدين في الانفورسر، احنا بننجز بسرعه عشان ايه نخلي هم حبه حلوين يعني. انفورسر ده اللي هو سولجر 76 بتاع لعبه اوفر واتش بالظبط، بيجري وينط وبتاع ومش عارف ايه وكده. على العموم اللعبه هي هيرو شوتر بس مش زي اوفر واتش، فيها اختلافات كتير قوي هبان مع الجيم بلاي. هنا في ده التايتن، ده تانك مشكلته ان هو حجمه كبير جدا، سهل انك تنشن عليه، بطيء في الحركه، والدمج بتاعه لازم يكون قريب لان من بعيد ممكن تهرب منه بسهوله، بس هو يعني يعتبر سهل انك تهرب منه بس يعتبر قوي يعني لك بيدي كفر كويس وكده. بعدين في الاساسن، ده الاساسن ده الدمج بتاعه عالي جدا جدا لكن المشكله ان هو ميلي بس، بيقتل بسرعه قوي وبيتحرك بسرعه جدا، لكن المشكله ان هو برضه بيموت بسرعه، فانت لازم تتحرك كويس قوي في الماب وما تخليش حد يشوفك او حد يضربك بسهوله يعني. التايمنج الكومبو لازم يكون اون بوينت، لازم يكون صح جدا بالظبط. بعدين في الجان سلينجر، ده بقى حوار حوار، ده اصعب شخصيه في اللعبه، اكتر شخصيه معقده، اكتر شخصيه محتاجه احتراف وتركيز وكده. مع سلاحين، سلاح بيضرب 3 طلقات بس براست، كل دوس 3 طلقات، وسلاح تاني زي بتاع ميكريف اوفر واتش لكن مش بتدوس، بيضرب في نفس اللحظه، بيعمل زي كول داون كده او مش كول داون، بيعمل زي تشارج وبعد كده ايه بيريليس، بس الدمج بتاعه بالظبط 1 هيت، فهو صعب جدا لكن الدمج بتاعه عالي قوي. بعدين في الجاجر نوت، ده حلوف ما بيموتش بس هو الصراحه ما استمتعتش بيه نهائيا يعني، حسيت ان هو مش مفيد قوي لكن هو صعب فعلا يموت يعني، هو صعب تموته، فيعتبر تانك يعني. هيلث 500 وبطيء جدا، ما بيحطش شيلد زي رين هارت كده، بس مش لعبه رخم شويه بصراحه يعني. هو محتاج تيم بلاي شويه، فانت محتاج تيم يكون معاك كامل. بعدين في الباتل ميديك، الباتل ميديك ده اكتر شخصيه بروكن في البتاع ده، غريبه جدا بجد. اول حاجه عندها هيلز بتاع زينياتا بالظبط في اوفر واتش، بتطير زي فيرا وبيضرب قنابل زي جان كريد يعني، اريا كنترول وبدمج حلو، بتهيل عشان فريقها ما يموتش، وكمان بتطير يعني مش هتموت يعني، غريبه جدا الصراحه. وعندك تو فايرنج مود كمان، يا اما بتضرب دايركت يا اما بتعمل باونس يعني القنابل نو كومنت يعني. فهي قويه جدا ومفيده قوي لكن الدمج بتاعها مش خارق يعني، مش او بي زياده عن اللزوم، بس هي مفيده بطريقه كبيره، مفيده بزياده يعني، انما ما ينفعش تبقى بالقوه دي. بعدين هنا دي اقوى شخصيه في اللعبه راف، او بالنسبه لنا يعني، ده معاه رشاش صغير جدا كده كلوز رينج، بيقتل بسرعه قوي، الدمج بتاعه عالي، ومعاه سكينه الدمج بتاعها رهيب بجد يعني، هو بيضرب ميلي ورينجز في نفس الوقت بجد يعني، الدمج بتاعه عالي جدا، الموبيلتي بتاعته قويه قوي او سريعه يعني، بيتحرك بسرعه جدا وبيطير وكل حاجه، غريب ممتع قوي يعني. كمان ممتع جدا، ممتع جدا، انا ناوي العب بيه اصلا في الاول. ماشي. طيب انا هلعب بانفورسر يا انفورسر سولجر. بص قشطه، تعالى نخش كويك ماتش. ماشي، المودز فيها هي اللعبه بتعتمد تماما على الاوبجكتيف بلاي، انك تلعب على اوبجكتيف معينه مش انك تقتل وكده، فلازم نركز جدا في الاوبجكتيف والكلام ده، لازم نكفر بعض، نحمي بعض واحنا بنعمل الاوبجكتيف عشان الاوبجكتيف تخلص، ان هي برضه هي في الاول وفي الاخر لعبه تيم يعني، تيم بلاي درجه اولى يعني. الهيلر مش بيعمل بصح، التايتن اللي احنا مش عاجبنا ده لو مش بيعمل كفر صح الدنيا هتبوظ، كل حاجه متاثره، بس احنا عشان لسه جداد فمش فاهمين قوي الكومبو بيشتغل ازاي. وهنبدا الجيم دلوقتي حالا بعد ما الاعداد يخلص ان شاء الله يا معلم. الجيم ده بتاعنا مكتوب سكور 8 وين بليتس بول، ده كوره المفروض ناخد الكوره من نص الماب نوديها عندهم في البيز بتاعتهم، كانوا ماتش كوره. في مواد تانية في اللعبه هنا، المواد كلها فكره جديده مش متقلده من لعبه تانية وحلوه جدا يعني، المود ده انا اول مره العبه اصلا كان في اللعبه دي، هنا تاخد الكوره من النص ودي البيز عندهم. حرام أسيست. حرام طلعت الاسيست، قتلته بالسلايد اتاك، حلو جدا عملتها تيرم سماتش، بقى لو جدا المفروض ان هو يكون مات دلوقتي، محتاج كفر. هنا في هيل، اخده بسرعه، هيل 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 هيل. ماشي موت
مش مش انا معاك انا هجيلك دلوقتي. نايس قوي عاش يا مستر احمد والله. تعالى نرجع نلص بسرعه عشان ناخد الكره الثانيه. لسه موت في الاسف. اوه جبته وانا طاير قتلته. احلى كيل عملتها لحد دلوقتي. هتحفل عليا هتحفل عليا هعمله سلو موشن ما جاش فيه. الالت بتاعتي بتخليه في السلو موشن خليه يتحرك ببطء. موت بقى نايس. كوره 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 بتخلص هاخدها حالا هاخدها. يلا جون. ايه ده مين عمل حيطه ده؟ مين ده متخلف ده؟ مين ده؟ يا نوب يا نوب. واحد بيلعب بمي زي مي بالظبط. انا رايح انا رايح. العام فانجارد حلو يا جدعان. انا هجيب جون. جبت جون عاش يا اسطى. نايس يا جماعه اللي بيحط حيطه ده نوب قوي. مالوش لازمه بس الكاركتر مش شاب مش حلو. هما كتير هنا. يلا بتاعتي. يا ربي خدت سكينه فجرت في وشي. الله 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 يا اسطى. انا وانت اللي بنجيب اجوان يا اسطى. بس احنا على وضعنا عاملين كاري محترم. ماشي. ماشي نخش هنا بسرعة. يا جماعة احنا هنا بنطير بسرعة عشان مفيش جاذبية. أماكن تانية بيكون فيها جاذبية. هنا هنا في جاذبية فمش هتطير. حلو قوي عاملين فكرة حلوة قوي حوار إن الجاذبية تنعدم في حتة واحدة بس في الماء. قتلته؟ يا لهوي في حفلة هنا. يلا يلا أنا جاي لك أنا جاي لك. ماشي ماشي ماشي. أنا قدامك. كفر 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 كفر. بص كفر 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 كفر. انا داخل جوه بسرعه داخل جوه بسرعه. جول سريع. جي جي ايزي. نايس كفر يا جماعه والله العظيم يا مستر احمد بجد انت يعني حبيبي يا اسطى. خد بوسه يا اسطى. يا اسطى استقبلتها يا اسطى. هيل يا ابني. ماشي يلا نروح البول بسرعه. جيبوا مين اللي في الهواء؟ مين اللي في الهواء؟ نو. خدت كل الدمج بتاع سلاحه. خدت كل الطلقه في بقي. محتاج هيل. سلوموش سلوموش. الله كيل ستريك. على فكره بقى الكيل ستريك دي بتتسجل لوحدها من شادو بلاي على حاجه جديده اسمها هايلايت. هشرحها بعد شويه بس الجيم يخلص الاول عشان مش عارف اشرحها وانا بتذاكر. بس هي فكره الهايلايت. فكره الهايلايت احنا خلاص كسبنا. ماشي الهايلايت ده يا جماعه حاجه جديده من جي فورس اكسبيرينس. الناس اللي عندها كروت انفيديا في حاجه اسمها شادو بلاي بتشغله بيسجل لعبه اوتوماتيك. بتدوس على الت اف 10 بيجيب لك اخر ربع ساعه او اخر ثلث ساعه انت سجلتها. مع لعبه لو بريكرز في حاجه اسمها هايلايت. انت مش لازم تسجل بنفسك. انت مجرد ما تعمل حاجه حلوه اذا كان كيل ستريك او جول او كده هو بيسجلك الحته دي بس بحيث انك تلعب الماتش. بعد ما تخلص الماتش تلاقي كل الحاجات الحلوه اللي انت عملتها متسجله. فهي اوبشن حلو جدا انفيديا عملها في جي فورس اكسبيرينس. عموما الناس عندها كروت انفيديا لازم تجربها. وهي لسه حاصله معايا دلوقتي. اول ما جبت كيل ستريك هو سجلها لي اوتوماتيك. وجبت سكور ايه يا اسطى؟ جبت ايه؟ ايوه ايه برضه يا اسطى عاش. جي جي يا اسطى جيم حلو جدا 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 جدا. عاش الله يا اسطى. كان في تيم ورك حلو جدا. انت رايك في اللعبه اصلا كده اوفر اول يعني؟ الاوفر اول اللعبه دي قويه جدا 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 ولما تنزل هتعمل ضجه كبيره قوي. تشبه اوفر واتش شويه. لعبه معموله صح قوي. ما عملوش سكيب للحتت التقنيه بتاعه الاوبتمايزيشن وكده. حلو قوي على البي سي. فعلا اللعبه شغاله كويس جدا جدا. انا بجيب 200 فريم وحاجات غريبه هنا. مفيش فريم دروب. الجرافيك بتاعها ديتيل. يعني مش هنقول الجرافيك مكروتين فيه فمفيش فريم دروب. لا الجرافيك بتاعها ديتيل. الجيم مودز مبتكره ممتعه. الجيم بلاي فاست بيست قوي. يعني مش هتحس ان انت اتمليت ولا وقفت شويه. لا هو كله خبط خبط خبط. فلعبه حلوه جدا جدا. واللي بيميزها عن حاجه زي اوفر واتش انها بتعتمد على سكيلز اكتر. هي مهارتك انت كشخص في الايمنج والحركه والموبيليتي بتاعتك وكده وانك تمانج الشخصيه بتاعتك ولانك تتحرك في الاماكن اللي ما فيهاش جاذبيه والاماكن اللي فيها جاذبيه وكده.
الكور ده يعني محتاج عموما احترافيه شويه او محتاج سكيلز شويه عندك، عكس اوفر واتش اللي بتعتمد على سكيلز الشخصيات نفسها انك تستخدمها في وقت صح. على العموم دي كانت البيتا بتاعت لو بريكرز. يعني هنحط لكم كل المعلومات اللي اعرفها عن اللعبه في الديسكريبشن تحت، اللي عايز يعرف يشتريها بكام او منين كل المعلومات هتكون موجوده في الديسكريبشن او حتى ميعاد نزولها او كده. مفيش اي اخبار عن نزولها على البلاي ستيشن او على الاكس بوكس. على المهم ده كان الفيديو بتاعنا، وما تنسوش لو الفيديو عجبك اعمل لايك، لو انت جديد في القناه يا ريت تشرفنا وتعمل سبسكرايب، وبرضه تعمل سبسكرايب عند مستر احمد اكيد سامعني هناك حبيبي. بس بقى اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.